السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم جولة في شمال المغرب، بالضبط كابو نيغرو. صراحة منظر زوين، خطورية، بحر ولا اروع. زعما عندهم الدنيا زوينة ما شاء الله. نشارك معكم الجولة وكيفاش داير اللي اول مرة غادي يشوف هاد المنطقة اللي ما عمر مشي ليها، نتشاركها معاه. بالنسبة للبحر زوين صراحة، و بحال هذا اللي ما داش الباراسور، كيكونوا تما الباراسور والكراسون. الكرا باراسور 20 درهم، الكراسة 10 درهم يمكن لواحد. المهم انا هنايا بديت لكم من البارك، هنايا ملي كنهبطوا هنايا البحر، هنايا داك الشارع ديك الخضوريه اللي شفتو هي الشارع فاش جينا، فاش جينا البحر. المهم بين طريق مارتيل وهنايا طريق مارتيل وكابو نيغرو، تبعو كابو نيغرو هنايا تطوان، تبعو مارتيل، تبعو كابو نيغرو. اللي اول مره زعما غادي يسمع بهاد الاسماء، حيت كاين اللي ما عمرو جا للشمال وبغى وشاف هاد الفيديو بغا زعما يشوفو كيفاش داير عادي يمشي لي. صراحه زوين هانتوما من بعد ما كتصات بلاصه الطوموبيل. هنايا البارك كيكون بعيد شويه على البحر شويه، ماشي بزاف، المهم راه بعيد واحد شويه. بالنسبه للثمن البارك راه بحال مقسم، كان 5 دراهم، 5 دراهم يمكن بالليل وبالنهار 2 دراهم. المهم بحال هكا يعني ماشي، ما غاليش، صافي كتمشوا بحال هكا. راه كيكونوا داكشي فاش كتمشاو هانتوما، كيكونوا هنايا حدا البحر، هنايا كيكونوا هاد الفيلات، هاد ميني فيلات. بالنسبه للكرا يمكن ليكم تكريو هنايا، ولا تمشيو تكريو من الاحسن تكريو في يا اما في تطوان يا اما في مارتيل. مارتيل احسن حيت جا، حيت اللي بغى يدور في الشمال كامل، اللي بغى يدور في الشمال كامل احسن بلاصه كنظن هي مارتيل، حيت قريبه للمضياق وقريبه لكل شيء، يعني ما بيناتهمش بزاف. وبغيت نوريكم هاد العجب، هاد العجب بالضبط اللي جات للشمال وما قرصهاش، هاد القين ديال البحر هي ما جاتش. انا سلام عليا هذا الحيوان، والله الا سلام عليا انا هذا، دا سلام عليا هاد القين ديال البحر. اول مره كنشوفه صراحه في هاد البحور، البحور ديال الجنوب ما فيهمش، البحور ديال الشمال تعوم تجيب الدبره. المهم تجيب السوفونير. هذا راه كيضرب بالتريسينتي، كيضرب بالرجلين وباليدين وما عرفت. المهم هذا صراحة جابنا فيها الإمارة. المهم إلا جيتو البحر ديال الشمال جيبو معاك الخل، الله يرحم والدينا. تقولو ما وصيتكم، راني وصيتكم. بعدا إلا ضربكم هاد العجب حكوه بالرملة هو الأول، كون مزيان فركو رجليكم ولا يديكم بالرمله عاد ديروا ليه الخل. ما تقولوا ما وصيتكم. ايوا هادشي اللي كاين. المهم انتم دايرين هاد الهبطه، الا كتهبطوا راه كتمشوا فوق هذا الحصيره حتى كتوصلوا للبحر. صافي انتم تشوفوا معايا الاجواء كامله مع العائله ومع الحباب. انتما ولي وصلنا للبحر، كيف داير زوين صراحة. وفي حتى دوك اللعيبات اللي كيبغي يعوم فيه ولا يتصور معاه، ما صراحة شنو كيسموه. وبالنسبة للماكلة راه فوق الأمواج، فوق الأمواج غادي تاكلو الببوش سخون والحمص وشنو مازال عندهم حتى ديك الدرا شنو سميتها. مهم 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 الدرا الدرا الدرا، يا ربي يا ربي نتفكرها. المهم داك المايس، المهم راكم فهمتوني، راه كاين في الفيديو هنايا راه غادي نبينو لكم. هنايا راه كاين فوق، كاين فوق حدا البحر، نيت حدا البحر، حدا المواج نيت نيت. هنايا بالنسبة اللي ما راه كاين سميتو اللي ما داش معاه الما ولي بيسكوي، ومهم تشيبس وداك لي بيسكوي بحال هكا والخبز راه كيتباع تما. كاين تما واحد البراكه فوق البحر نيس،
كيبيع داكشي كامل. وها نتوما تشوفوا الحمص، خديت هنا الحمص وخديته وخديت سميتو البابوش حتى هو خديناه فوق البحر. ها نتوما حدا المواج كل شيء كاين متوفر تمايا. ها نتوما هذا راه سميتو الكبال، يلا تفكرتو تاو كيديروا الكبال سخون حتى المواج حدا البحر. صافي كيديروا فيه المليحه، كاين اللي بغى ديال الشوا كاين اللي بغى ديال انا صرا كيعجبني ديال المحسن ديال الشوا كيكون قاصح شويه ما ديال الماء لا كيشرطب زوين. هانتوما شاركت معكم جوله، شوفوا البحر صراحه زوين والبحر عندهم زوين، ولكن كما قلت لكم عطى الله البخاخش اللي ما ضربوا البخوش هي ما جا البحر سلام انا غير داك البخوش صراحه في 30 كيضر في 30 كيدير صراحه جروح نيت 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 نيت. هانتوما وكاين اللي كيبغي ياك بحال هادي كيتصور بها ما صراش كيسميو هادي زوينه. هانتوما البحر ديالهم كيف داير زوين بحال بيسين وفي شويه الامواج في الجناب. هانتوما نخليكم مع الفيديو، الا عجبكم الفيديو ما تنساوش تشاركوا في القناه وتخطو على الجرس باش دائما توصلوا بجديد القناة ديالي. ما تنسوش تخلوا لي التعليق ديالكم ديما كتحفزني وكتخليني ديما نحط لكم جديد. وتابعوا الفيديو للاخر باش تشوفوا جميع ما نسيت لكم حتى شي لقطه كل شيء صورته باش تشوفوا الاجواء كيفاش دايره هنايا وكل شيء. وفي امان الله.